الجلسات الثلاثة التي تم عقدها بالأمس، ونبدأ اليوم الثاني من المنتدى، وسوف نتحدث في الجلسة الرابعة حول موضوع من أهم الموضوعات التي تتعلق بعدم المساواة في المنطقة العربية، والتي أردنا تسليط الضوء عليه كأحد أهم أشكال عدم المساواة، وهو بطالة الشباب والشابات في المنطقة العربية. وزي ما حضراتكم تعرفوا وأشار التقرير الذي أطلقناه بالأمس عدم المساواة في المنطقة العربية قنبلة موقوتة، أن البطالة في المنطقة العربية هي الأعلى في العالم وتستمر في ذلك منذ حوالي 25 عاما. نبدأ الجلسة الرابعة، بطالة الشباب، وجه من أوجه عدم المساواة في المنطقة العربية. اسمحوا لي في البداية أعمل بعض النقاط التنظيمية التي بنبدأ بها كل جلسة. أذكر الحضور الكرام إذا كانوا يريدون الترجمة هناك سماعات ممكن أن يحصلوا عليها، المشاركين والمشاركات عبر الإنترنت استخدام علامة الكرة الأرضية الموجودة حتى يستطيعوا الحصول على الترجمة باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية. أشكر حضراتكم جميعاً وأتمنى جلسة مثمرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. مرحباً فيكم في الأردن في مؤتمر الإسكوا. أنا اسمي ريم أبو حسان، رئيسة جمعية حماية ضحايا العنف الأسري، وكنت في مرحلة ما وزيرة للتنمية الاجتماعية في الأردن، وأيضا ناشطة في عمل الحماية الاجتماعية. كما ذكرت زميلتي، نحن الآن في الجلسة الرابعة، وهذه الجلسة باعتقادي من أهم الجلسات اللي بتلخص كل اللي سمعته البارحة، لأنه بالفعل بطالة الشباب وهي وجه من أوجه عدم المساواة في المنطقة العربية، كما أشار تقرير الإسكوا، هي قنبلة موقوتة. وأشارت زميلتي إنه مستوى البطالة في العالم العربي بين الشباب والشابات هو الأعلى، يوصل لحوالي 26%، بينما المتوسط العالمي 12.8%. 85% من الشباب العامل في المنطقة العربية يعمل في القطاع غير الرسمي، مشاركة ضئيلة للمرأة في العمل الاقتصادي على الرغم من أنها مستويات التعليم العالية عندها. في الآونة الأخيرة ومنذ أواخر الثمانينات أصبحنا نتحدث أن البطالة بين الشباب والشابات تطال نسبة كبيرة من الشباب المتعلم وليس بدون تعليم. هذه الجلسة التي نحن في صددها تهدف إلى 4 أهداف. ننظر إلى دور بطالة الشباب كمحرك رئيسي لعدم المساواة في المنطقة العربية، ثم نناقش التحديات الرئيسية من حيث العرض والطلب لتوظيف الشباب في المنطقة، نناقش بإذن الله الحلول العملية في المنطقة والعالم لمعالجة بطالة الشباب والشابات مثل الحوار الاجتماعي، ومن ثم ومعنا شابة رانيا لإبراز دور ريادة الأعمال في توظيف الشباب. هذا بشكل أساسي هدف جلستنا. لن أقوم بالتعريف بالمتحدثين، لكن سأطلب من كل متحدث من المتحدثين والمتحدثات أن يعرف عن نفسه بأقل من دقيقة، ومن ثم يجاوب على السؤال اللي ترى الإسكوا أنه من الضروري الإجابة عليه تنطلع بحوار هادف. المتحدثة الأولى معالي السيدة جانينا دينارتي، وزيرة دولة سابقة للشؤون الرئاسية في كوستاريكا، وهي قد أنشأت في عام 2020 وبدعم من الاتحاد الأوروبي المجلس الاستشاري الاقتصادي والاجتماعي كمساحة للحوار وبناء توافق الآراء، وأطلب منها أن تطلع على هذه التجربة وكيف ساهمت
بطريقة أو بأخرى في الحد من اللامساواة، وفيما خاصة فيما يتعلق بقضايا الشباب مثل البطالة. Your Excellency, if you can have your intervention in 5 minutes. Good morning. Good morning. Thank you. Wait. No, it's not. No. Let's try the other one. I think this one. This one is working. Yes. Thank you. Good morning. Thank you so much. First of all, I would like to say thank you to ASWA and Pathfinders for the invitation. I'm very pleased to be here with you in this important discussion. Well, my name is Janina Dinarte. I'm from Costa Rica. I'm the former minister of the presidency. And actually, I have lead two more ministries. I have been minister of economy, industry, and commerce. And I have been minister of labor and social security. So I think it's important to share with you our experience in Costa Rica. And of course, it's a good start to share with you what we live with when we call for a national dialogue. And maybe it's important to start with the context that we were facing in Costa Rica when we called to this national dialogue. And it are three factors that are very important to settle down our process. The first, we were in the middle of the pandemic, as you can imagine. Those were difficult times for us and for the rest of the world, and we were facing the very difficult fiscal situation, because even when we just approved 2 years of reform, we have to invest a lot in terms to support families, entrepreneurs, companies, and people who lost their jobs. So we have to have a biggest budget, but we have a fiscal space that it was getting diminished. So we decided that we have to look for a reform that finally brings us more resources to support the budget. And we start to a negotiation with the IMF. And at that moment, knowing that we have the highest levels on unemployment and informality, it was very hard for the country to face that decision. And we have to do it, because we know that if we don't go to look forward, we could have problems in the future. But not necessarily just in the future. We can have problems in the middle term, because we need money to invest in our programs. So when we call to this reform, tax reform, it started a really hard social unrest. And people start to bother all around the country. And we saw that some sectors that never show off in the protests suddenly start to be part of the protests. So we decided to look for a path that finally brings people together and to try to have the legitimacy that we need to take some decisions. So we have another factor that it's very important. As I said, unemployment has the highest levels, and informality too, but it affected in a higher dimension to women and youth. So we knew that we have to do something, because we have to give them a solution. And then we have another problem. We have to maintain our health restrictions, and people was bothered. So people were asking for economic reactivation, and we cannot go further because we have to keep all the measures in the healthy area. And I have to say that we did it well in terms of the sanitary measures, but it was bringing us the problem that is social unrest. So we made a decision. We said, well, we cannot made all those decisions by ourselves as government. We need the participation of people, and we need to give them the information they need to understand what's going on. So, yes, exactly. So we call to this dialogue that we call the multi-sectoral dialogue, and it was very interesting because we called many different sectors, and we finally agree have 88 agreements by consensus. And it was very important, because one of the most important agreements that we made was to create this new Economic and Social Advisory Council as an institutionalized
entity to bring the dialogue in a permanent way. Okay. And I want to point out some aspects of this forum. The first thing that I think it's important to share with you is that this forum goes further than the tripartite model. So we bring together different sectors, for example, environmental sector, or even the religious representations. And we make part of the process to different populations, for example, women, youth, elderly, even LGBTQ plus community. So we put all this the diversity together, and we started to make decisions. And we have been talking, for example, about informality, and we have been talking about employment. And we realized that we need a multi-level, a multi-sectoral, and a participant process. Yes, thank you. Another important thing to say is that we had to invest in building trust. Because if we don't build in trust, it's difficult to have agreements. And people do not trust among them. So we have to work together to trust, to build that trust. And we have to change the paradigm. We started to make decisions in a bottom-up approach. Yes, and I'm gonna finish just to say that we need in our countries maybe bigger agreements, and we have to bring new paradigms. If we don't work together, open the participation, it's hard to understand what the people need. So we have to promote participation, and this is the best way that we can finally find the support to make that, those decisions. Thank you very much, Your Excellency. I know I had to cut you short, but in order to push the dialogue forward, I'm going الآن أنتقل معالي الزميل الأخ دكتور أحمد مساعدة وزير دولة سابق لتطوير القطاع العام في الأردن سفير الأردن لدى الاتحاد الأوروبي والأمين العام السابق للاتحاد من أجل المتوسط معالي الأخ سؤالي كنتم الأمين العام الأول للاتحاد من أجل المتوسط ومن خبرتكم الإقليمية كيف تصفون دور الاتحاد من أجل المتوسط وترون دور التعاون الإقليمي وتحديدا الإيرو المتوسطي بخصوص التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وتأثير ذلك على سوق العمل خاصة فيما يتعلق بفرص عمل الشباب دكتور أحمد إذا تعرف عن نفسك بنص دقيقة وإلك خمس دقائق لو سمحت شكرا معاليك وانت عرفتي بما فيه الكفايه فقط يمكن انا بدي اضيف اني انا حاليا محامي بعمل في القضايا التجاريه وقضايا التحكيم وايضا كنت استاذ مساعد في الجامعه الاردنيه في قانون التجاره الدوليه اسمحوا لي في البدايه اني بوصفي اردني اني ارحب فيكم كمان بالاردن الدوله المعتدله التي تحاول ان تظهر وجها متميزا في المنطقة في كافة القضايا فلذلك أهلا وسهلا بكم جميعا ضيوف وإخوة أعزاء وأخوات عزيزات الحقيقة بدي أنا إحنا المحامين بنحب نحكي باللغة الفصحى بس أنا عشان الجلسة الصبح بدي أخلط عامي وفصحى يعني بدي أحكي شوية أرقام إحنا في المنطقة الأورو متوسطية هذه منطقة شابة واحد من ثلاث أشخاص تحت عمر 25 سنة مؤشر ثاني بدي نتذكره اللي انا بدي احكيه انه احنا عندنا النساء العاملات اللواتي يملكن مشاريعهن في منطقه المينا نسبتهم بين 12 ل 15% مقارنه بالنسبه العالميه اللي هي 31 ل 38% هلا احنا بنلاحظ في هذه الارقام هذه لها تبعات على الناتج القومي الاجمالي للدوله لما يكون في عندنا قطاع الشباب مش عم بيعمل بطاقته الإنتاجية أو القطاع النسائي مش عم تعمل بطاقتها الإنتاجية بنسب معينة من المؤكد أنه هذا رح يأثر على الناتج القومي الإجمالي للدولة قبل ما أجيب على سؤال التعاون الأورو متوسطي أو الاتحاد من أجل المتوسط الحقيقة أيضا بدي بس أخذكم للأزمة الموجودة في أوكرانيا لأنه إلها تداعيات بالمحصلة على قضية البطالة والمساواة وقضية العمل في منطقتنا من المؤكد هاي حرب هجين هي عبارة عن أزمة هجين
أزمة إنسانية طبعاً للأوكرانيين، عندنا 11 مليون نازح في أوكرانيا، لكن أيضاً راح يكون لها تداعيات طويلة على مدار عقدين من الزمن، كأزمة غذاء وأزمة صناعة وأزمة طاقة وأزمة سلاسل تزويد supply chain. من المؤكد أنه في عندنا مشكلة طاقة، الشركات الأوروبية يجب أن تبحث والدول الأوروبية يجب أن تبحث عن ملاذات أخرى لقضايا صناعة الطاقة، وبالتالي من الممكن تكون منطقة الحوض الجنوبي للمتوسط بحكم وجود الطاقة البديلة حضن لمشاريع جديدة بالبيئة المتجددة أو بالطاقة الخضراء. إضافة لذلك شبكات التزويد عندما تعمل بشكل سلس بالنسبة للشركات العملاقة هي تهدف إلى تخفيض الكلف، لكن لما بحدث في اضطرابات من المؤكد أن الكلف راح ترتفع، فبالتالي بتبحث هذه الشركات عن توطين أماكنها وصناعاتها في أماكن أخرى. ومن المؤكد أن المتوسط هو حوض حاضن ومتوسط من أجل ذلك. لذلك أعتقد أن أزمة أوكرانيا من الممكن أن تكون فرصة للمنطقة لغايات إقامة مشاريع كبيرة من شأنها المساهمة في تخفيض نسب البطالة وخلق فرص عمل للشباب في هذه المنطقة. حبيت أحكي هاي المداخلة كمداخلة عريضة حتى بس أوصل لمنطقتنا والمنطقة العربية تحديدا. الاتحاد من أجل المتوسط هو ولد كناتج لمسار برشلونة، المسار التاريخي للتعاون الأوروبي العربي أو الأوروبي المتوسطي. للأسف الاتحاد أنا تشرفت كنت الأمين العام الأول له، لم يعمل بالطريقة التي كان مؤمل له أن يعمل لتداعيات، كنا متأملين أنه هو يشكل خطة مارشل في المنطقة إذا حدث سلام، لكن للأسف لحد هذه اللحظة لا يوجد سلام ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولن يكون ذلك إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطيني. هذا أثر على أعمال الاتحاد من أجل المتوسط، بالإضافة إلى أنه أزمة كورونا دخلتنا في مشكلة كبيرة وتداعيات أخرى. الاتحاد من أجل المتوسط رأى أن يقوم على 6 محاور أساسية: المياه، الطاقة، النقل، التنمية الاقتصادية، التعليم العالي، والتنمية الاجتماعية. والتنمية الاجتماعية تحت عنوانين عريضين: المرأة والشباب. لذلك مشروع الاتحاد من أجل المتوسط هو تكريس للعمل التكاملي في المنطقة بين أوروبا وبين الضفة الجنوبية المتوسط، وأيضا نحن في منطقتنا بيننا وبين بعض. وأنا أعتقد أنه إذا ما تعاونت الدول على مشاريع كبيرة في قطاعات الطاقة والنقل والمياه تأخذ بعين الاعتبار حالة الرقمنة والتكنولوجيا، من الممكن أن توظف فرص للشباب أكبر وأعمال أكثر في المستقبل. من المؤكد أنه التعاون الإقليمي بيننا بيهدف لمسألتين: أولاً إحنا بمنطقتنا خلق فرص للشباب للعمل، ولكن في نفس الوقت أيضاً أوروبا الآن في عندها مشاكل، ومن شأن ذلك أيضاً أنه توطين أبنائنا في مناطقنا حتى نتجنب مشكلة الهجرة اللي أوروبا نفسها بتعاني منها. بالمحصلة بقول أنه المشاريع الإقليمية هي حاضنة لفرص للشباب في المستقبل. شكراً. ننتقل لسعادة الدكتورة نور حياتي علي الصقاف، رئيسة مجلس جنيف للعلاقات الدولية والتنمية وعضو سابق في البرلمان الأندونيسي. والسؤال هو: طالما اللامساواة هي عائق مشترك أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدول المنخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل، برأيكم ما هي السياسات الأساسية التي نجحت في أندونيسيا في الحد من عدم المساواة؟ وإذا ممكن اعطائنا أمثلة حول ما ساهم فيه البرلمان في أندونيسيا في الحد من اللامساواة في مناطق معينة، ونحن ندرك أن البرلمان دائما دوره تشريعي رقابي. دكتورة نور، please go ahead and please introduce yourself in a half a minute, please. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to everybody, distinguished host, distinguished panelists, ladies and gentlemen. My sincere thanks to ESQUA, to the King Hashimite
to the Hashemite Kingdom of and the people of Jordan for hosting this very important event, and I'm honored to be invited. I would share as the activist, as the member of former member of parliament. الترجمة موجودة. عم تسمعوا الترجمة؟ سامعين الترجمة؟ Okay, please. Okay. I would like to share my experience as an activist, as a parliamentary, former parliamentarian, and of course as an academician. Because now I'm as a visiting professor invited by Turkish government to lecture in Ankara Hacı Bayram University, especially in international affairs. So as you said that when we speak about the youth unemployment, we should not go from the root that youth unemployment education, it's the base of woman, of course, inequality. And we should, I really want to share the experience of this, telling you story from my side. Myself, I was brought up in the big family, 15 brothers and sisters. My father have 9 daughters and 6 sons. And we brought up equally. So the education, you know, I play with my brother, anything. I can jump, I can go up to the, you know, taking the fruit and everything. So there is equal come from at home, equality. So, and this is another story which really surprising me. First, the young man has calling me. He called me because he knows me. I'm 15 years in parliament and from my district, Malang, which is East Java. And he called me. He said, Dr. Asgaf, they call me Dr. Asgaf. Dr. Asgaf, I could not sleep this week. So I said, why? No, I just have my wife delivered a baby girl. Can you imagine? I said, I have 2 sons, and this is the 3rd one, it's a girl. So I was thinking that, what is the future of my girl? Can you imagine this question? And we go then, to the parliament. Yeah. And then as parliament, you see, and they said that, okay, then I remember you. I wish that this girl can be like you. And then the second thought, they said that, I have 2 girls, and 1 girl, and I don't know what to do with this girl. So what I'm trying to say, this kind of stigmatization, this kind of patriarchal mindset, it's hard to be challenged. This is the reality. Not only happening in the Islamic country, but all over the world. So, and then, you know, there's Indonesia as the 3rd largest democratic country with Muslim population. We are holding the G20 presidency this moment, then in 2022. Then, the very important things that I want to say, if you want to minimize, to decrease the inequality, you should get women at all level decision making. Mm-hmm. That is why it's very important to bring women in political side. So we have a law, you know, we have law, which is for quota, mm-hmm. law number, we have law number, you know, quota decreasing from 18, increase the female political participation from 11% to 18%. But this quota, it's largely based on the women's group, you know, that's advocated this quota. So I would like to say that women should really put an effort, because as the in Al-Quranul Karim said in Al-Arad 11, they said that God will not change the path of the folk unless they try to they change it. So this is very important. And the third thing that I want to say about this youth unemployment, you see that a bit we say that first for women equality, gender equality, and second, of course, women will think about the rest because woman is nurture. Always think about somebody else than themselves. So Indonesia has the in the survey 2018, we have the demographic of youth, 70% of in the youth age. Can you imagine?
the productive age from 15, because United Nations said that the youth age is from 15 to 65. So when you are 60, you are still young. This is still what the United Nations means. It's productive age. So you cannot just ignore this age. And Indonesian, we as the parliamentarian, make sure that this age, the productive age, still there. We have many law. As a parliamentarian, I was in the Commission of Finance. I make sure that because we need access to education. So we make sure that education budget 20%. 20% from national budget goes to education. And 5% of national budget goes to the unemployment health protection. So this is very important. When we have this, make sure that youth get an access. So we are using what we call cooperative, you know. And you know that in digitalization era, and of course that we know that online, it's make life easier. But in another word, that we make increasing the gap also. So what we're doing, you know, the very good example from Indonesia, we have what we call Gojek. Gojek is employed every person. You know, Gojek is one of the digitalization which make everybody can be employed themselves. When they have the motorcycle, they can apply to be a Gojek, and they can send the people where they can get the money. You see, this is a very good example. And then as a parliamentarian, of course, we now encourage youth to be in political party also, to sit in parliamentarian. So this is what we're doing so far. Thank you. Thank you. Thank you, Doctor, Your Excellency, and for giving us a perspective about the laws needed to increase youth employability. المتحدث الرابع السيد يوهان بيرغرين نائب مديرة المعهد السويدي للحوار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. السؤال اللي طرح عليه هو الدور الرئيسي الذي يلعبه الانتقال الناجح من المدرسة أو الجامعة إلى العمل في الحد من اللامساواة في الدخل بين الشباب، وإذا طبعا أكيد موجود عدد من الممارسات الجيدة على سواء على مستوى الإقليمي أو العالمي تسهل هذا الانتقال، يعني هي مرحلة الانتظار اللي أشار إلها تقرير الأسكوا من خلال معالجة القيود الرئيسية التي تواجه توظيف الشباب أو قدرة القطاع الخاص على استيعاب خريجي المدارس أو الجامعات الجدد. Johan, please, if you can just introduce yourself, and then you have 5 minutes. Sure. Can you all hear me okay? Good. Thank you so much for having me. Thank you for that introduction, and thank you to all the previous speakers. It's been a great discussion so far. So my name is Johan. I'm a Swedish diplomat here for the Swedish Dialogue Institute. I have a background in Swedish government. I used to be a political advisor to our Minister of Finance, Anders Borg. I used to be a director of planning for our previous prime minister. I've worked in consulting at McKinsey. I have a background also from the so-called peace process between Israelis and Palestinians. I worked in Al-Quds at the Office of the Quartet, so I'm very much a generalist. I'm not an expert on the Arab labor market, but I have spent some time working on European and Swedish labor market issues, so I'm going to speak from the point of view, some reflections and experiences from the European and Swedish context, so hopefully that would be useful. So maybe just first, there now you. Johan, I want you to take it easy so that the translators can take a breath. Thank you for that. I do tend to speak quite quickly because I get very excited about these topics, so yeah. I will try to speak a bit more shui. Great. So maybe just a couple of words first about why youth unemployment is important and problematic. I know you have a big report that goes through this, but just to highlight a few points, it's obviously, number one, a huge cost to the individuals who are unemployed, the young people, but also to society. For the individuals, it involves psychological distress and alienation. You're outside of the labor market. You don't have a sense of purpose, a sense of direction. It also involves major costs to society. There was a study a few years ago from the European Union which said that the costs of all the youth who are not either in education or in work was over 1% of the GDP of the whole
EU area, which was at that point over 150 billion euros. So that's a huge amount of money from youth, young people not having a job or being outside of education. So moving on to the sort of, what are the kinds of things, the good practices that can help young people make the transition, the shift from being out of the labor market and being in the labor market. So I'd like to focus on three sets of explanations or three sets of practices that can be useful. One is on the supply side. How can we make young people more employable and make them more close to the labor market? The second factor is around the transition process. How do we help them transition into the labor market? And the third one is from a demand point of view. How can we help companies, organizations, the public sector who are trying to employ, to hire the young people? What kind of incentives can we create to help them? So if we start with the point of view of improving young people's skills and networks, the demand side, I think we all understand that often the young people's skills and educations are not perfectly aligned with what the labor market is requiring. So a couple of things that can be done there. Number one, and this is the most obvious one, but I think it's important to emphasize it, the formal educational system, so high schools and universities, should obviously be improved, right? And that is not just about spending more money. I did my master's thesis many, many years ago comparing the educational systems of Sweden and Finland and how inputs relate to outputs. So it's not always the case that spending more money gets you better results. Money and resources matter to hire good teachers, but it's also about how you organize education, the curriculum, the training, the evaluation systems. How do you evaluate the students? How do you evaluate the teachers? So there's a number of factors there that can be considered, and some of them that don't cost very much money, right? The second point under this umbrella is labor market training. I think you all are familiar with vocational training, internships, apprenticeships. This is obviously crucial because it brings young people closer to the labor market. It gives them a way in, a way for them to meet employers, to meet people who they might work for, right? It gives them a chance to build networks. So that's a crucial area. And whether it's classroom-based or whether it's more on-the-job training, it's all important. And the third element on the supply side, which is something we do quite a lot in Sweden, but perhaps less so here in the Arab world, is about actually promoting and allowing young people to work while they're studying, both in high school and university. And that's not necessarily because they have to earn money. Their families might be well-to-do, but the point is it gives them a link again to the labor market. And studies from Sweden show that one of the key factors to get young people into the labor market is that they have those job contacts and networks from before. And for example, actually in Sweden, when you're in grade 8 and grade 9, when you're 14 or 15 years old, you have to spend 10 days during the school year in some kind of working environment. That's a requirement. And that immediately starts teaching you about what does it mean to be at work, to have to be there at 8 o'clock or 9 o'clock and follow routines and follow your bosses and basically being responsible, right? So that's pretty important. If we move on to the second set of factors, which is about job search assistance, and I'm sorry if this is a bit technical, but this is the whole idea that the public authorities, the public employment agencies have a role and a responsibility to help counsel and advise and basically help young people make the transition. It can be about helping them how to write a CV, how to do an interview, how they should, vacancies, providing a data bank of vacancies so they know what's available. And this has actually been shown to be a fairly effective way of helping young people because they might not know, there's a lack of information. Often there's incomplete information about the jobs available and how you apply for them. And so this kind of, counseling, coaching is crucial. The third set of explanations is around stimulating demand. So how do you make employers more willing to hire young people, particularly if there's a recession and they don't have a lot of money, or more in general, often firms tend to hire, they prefer to hire more established workers because they have a track record, they've shown their productivity. So two things that the government can do here. One is public sector work programs, which is basically providing state-financed jobs so that young people get a job. It's not a job forever, but it's a foot in the door. It's a way into the labor market. And for example, in Sweden now, the government announced a couple of months ago that they will spend the equivalent of about 10 million JD on summer jobs, give to the municipalities to hire young people. Unfortunately, this is better than nothing, but the evidence seems to show that these programs aren't always super effective, but it's at least something to get the kids engaged. The other and much more common policy tool is basically reducing the cost of hiring for companies. And that could be tax breaks or subsidies, right? Wage subsidies, to make it cheaper to bring in young people. Because if a young person
has a lower productivity because they haven't worked before, or the employer is uncertain about their ability, this is a good way to make the employer feel less worried about hiring a young person. And this kind of approach, this kind of practice, has been shown to be very, very effective in getting young people into the labor market. So those are three sets of practices. And I just want to end by saying that in general, one should be very humble about the ability to do this. It's very complex, and it's very difficult to generalize which programs are most effective. It depends on the timing. It depends on the design. It depends on the macroeconomic circumstances. If you're at a boom or in a recession, means very different things for the young people's abilities to get in the labor market. And finally, there are country-specific contexts that we need to consider. So just in conclusion, if you're going to take away a few things, the educational systems are really important. The existing links between the labor market and the young people are crucial. Job search assistance seems to be very helpful. And finally, helping employers, giving them financial incentives to hire young people, tends to be pretty effective as well. Thank you so much. Thank you, Johan. Thank you. You've highlighted the certain interventions that I think it's worth discussing with the audience and the participants. And now, أنتقل للسيدة رانيا أيمن خبيرة في عمالة الشباب وناشطة في مجال المشاريع الاجتماعية. السؤال هو: يعتبر الحد من اللامساواة في المنطقة العربية أحد أبرز الأولويات التي تتطرق إليها الأسكوا في عملها. في هذا الإطار، كيف ترين وتصفين دور بطالة الشباب في زيادة عدم المساواة في المنطقة العربية؟ شكرا. عرفي لي على حالك بنص دقيقة وبعدين نسمع لك يا رانيا. شكرا على السؤال، شكرا أسكو على تنظيم المنتدى، وطبعا الأردن على استضافتنا. أنا اسمي رانيا أيمن، مؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة اسمها أنتربرينيل في مصر. بنشتغل تقريبا بقالنا 8 سنين على التمكين الاقتصادي للسيدات، وبكونسلت وبشتغل مع كذا مشروع تاني لهم علاقة بتوظيف الشباب. هو في الحقيقة زميلي يوهان قال حاجات كتير قوي لها علاقة بالروت كوز بتاع المشكلة، فأنا مش هزود قوي في الحتة دي. عندنا طبعا مشاكل التعليم والسكيلز والمهارات، ولكن هزود حاجة وبرضو ده من الكلام، وهقول لكم هاخد وقتي أكتر إن أنا أقول لكم حاجات أو براكتسز اتعملت على أرض الواقع فعلا في مصر ونجحت. أولا، إحنا مش بدورنا هنا إن إحنا نلقي اللوم على مؤسسة أو جهة أو حكومة أو شيء أو مكان ما هو سبب المشكلة، ولكن ايه الحلول اللي ممكن نعملها علشان نحد من مشكلة البطالة سواء للشباب او سواء للسيدات او الفتيات. المشكلة الاساسية مثلا اللي موجودة عندنا في مصر هي الاستحقاق، انه الشاب بيتخرج من الجامعة، انا اتخرجت من الجامعة فانا دلوقتي عايز اشتغل مدير، او انا عايز اشتغل في مكان يكون الراتب بتاعي كذا. يمكن ده يكون سببه ان هما مبيشتغلوش من هما في المدرسة، او من هما مبيشتغلوش في وظائف تانية، ولكن بيزد على النشأة والجراس روت بتاع المشكلة، انه انا دلوقتي اتخرجت فانا لازم اشتغل في المكان الفلاني. Entitlement ده مشكلة كبيرة جدا من المشاكل اللي بنشوفها، وحقيقي اللي بيعاني من ده اكتر كمان المفاجأة الشباب اكتر من البنات. البنات بيبقى عندهم تندنسي ان هم يشتغلوا بشكل احسن، ودي اول حاجه هتكلم عليها حصلت وقت الكورونا. طبعا وقت الكورونا عشان احنا في مصر عندنا عماله كتير غير رسميه، فطبعا الوظائف دي كلها اتعرضت للاي اوف او ان هي ما بقتش تشتغل وقت الكورونا، ولكن ظهرت عندنا طفره كبيره جدا في المشاريع الصغيره اللي بتاخدها سيدات، وفعلا الرقم تحول من 12% لمشاريع صغيره بتقودها سيدات في مصر الى 14% في السنتين دول او في السنتين بتوع الكورونا المشاريع الصغيره، وده يعني خلى سلط الضوء بشكل كبير قوي قوي عليهم، لدرجه ان فيسبوك اعلن ان مصر واحده من الهوت سبوتس اللي فيها مشاريع ناشئه، وبدا يدخلها سيرفيسز جديده زي الشوبس الاونلاين شوبس اند سو اون. ده لما حصل بقى في توجه انه في سيدات كتير بتشتغل في المجال ده، ففتح مجال تاني للتوظيف بشكل مختلف، هو فكره الفريلانسنج، ودي تاني حاجه عايز اتكلم عليها. بقت دي من البراكتسز القويه جدا جدا اللي بدانا نشتغل فيها في مصر، وبدانا نشتغل عليها على كذا مستوى. غالبا السيدات بيبقى عندها تندنسي اكبر ان هي تعين سيدات تانية، ولكن انا لو في اول مشروعي بقى لي سنه او سنتين مش هبقى عايزه اشغل حد بدوام كامل ان انا ادي له مرتب وتامينات اند سو اون، فانا بوجه لفكره الفريلانسنج. فالحاجه او البراكتس اللي بدانا نشتغل عليه بشكل كبير قوي كمؤسسات مجتمع مدني وشركات في مصر ان احنا نشتغل مع الفريلانسنج، وفي الحكومات بدانا كمان ان احنا نعترف بيهم ان هم يبقى ليهم عقود ويبقى ليهم تامينات وكده، بحيث ان هم يبقى ليهم نظام ثابت، ودي فعلا فتحت ميديم لكتير قوي من الشباب ان هم يبداوا توظيف. حتى البنك المركزي بنشتغل مع اكتر من بنك في مصر، اعلن انه الفريلانسنج دلوقتي كمان اقدر ان انا اطلع شهاده من البنك بتقول ان انا فريلانسر واستقبل فلوس على حسابي الشخصي، ده ما كانش موجود في خلال 5 سنين اللي فاتت.
من ضمن برضو البراكتسز اللي عملناها ودي حاجة احنا فخورين جدا ان هي بقت تحصل فترة يعني بشكل قوي جدا الفترة اللي فاتت في مصر وهي الشراكات الحكومية مع القطاع الخاص. عندنا اكتر من مشروع حاليا في مشروع احنا في شركتي انتربرينال بنعمله مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اسمه رائدات 2030 لرؤية مصر 2030. احنا بندرب 1000 سيدة على ريادة الاعمال ولكن شرط من شروط مبادرة زي دي او ان واحدة تشارك في حاجة زي دي على اوكي ان هي تشارك في برنامج زي ده ان هي هتعين بعد كده موظفات او سيدات في المشروع بتاعها. فاحنا نبقى فتحنا المشكلة مش هنتكلم بقى على سكيلز وكذا وكذا لان هي لما تكون مضطرة تعين شباب هي هتعلمهم. من ضمن الاسباب اللي بتخلي عندنا الى حد ما بطالة او مش احسن عماله ممكنه انه ما بيبقاش في سكيلز متعلمينها كويس على الوظيفه. السكيلز اللي بتكون موجوده بعيده او اللي بيتعلموها في المدرسه شويه بعيده عن الماركت او الماركت فورس بيبقى محتاج ايه. فلما واحده تكون عندها مشروع او حد يبقى عنده مشروع ناشئ غالبا هيعلم العماله اللي عنده وده اللي بيحسن عجله الانتاج. احنا عن طريق مشروع رواد 2030 اللي احنا بدانا فيه دلوقتي ورائدات 2030 احنا بدانا ان احنا نوظف اكتر من 1000 سيده في خلال سنه واحده على مشروع واحد. تخيلوا لو اكتر من براكتس ذات عمل. فاحنا بنعمل رائدات اعمال بنطلع مشاريع وبنطلع فريلانسر وبنحول العماله الغير رسميه لعماله رسميه دلوقتي لان هي حتى لو الريتس بتاعتها قليله ولكن بمجرد ان هي بيكون معترف بيها فبنقدر ان احنا نعمل تراكينج للمهارات اللي هم محتاجينها وبالتالي الشركات والمؤسسات المجتمعيه تقدر تدخل النوع ده من التعليم في المدارس والحرف اللي هم بيشتغلوا عليها. فدي من البراكتسز اللي بدانا نشتغل عليها وفعلا اثبتت نتيجتها. فاحنا من غير ما نتطرق لاسباب المشكله دي الحلول الموجوده اولا الفريلانسنج ثانيا البابليك برايفت بارتنرشيبس بتشتغل بشكل كويس جدا وطبعا المجتمع المدني والشركات الخاصه. لسه يمكن في مصر ما عندناش الشكل الواضح للسوشيال انتربرينورشيب او رياده الاعمال المجتمعيه ما بقاش ليها قوانين واضحه ولكن احنا في طريقنا ان احنا نعمل ده ولكن من وجهة نظري دي اهم حاجة لان هي دي اللي بيبقى فيها زي ما بنقول الفلكسبيليتي او المرونة ان هي تقدر تفتح مجالات اكتر لسوق العمل للشباب والشابات. زي ما كنا لسه بنتكلم ان احنا الشباب عندنا مش بس لسن 25 سنة ولكن لسن اكبر من كده كمان ويمكن الشريحة دي من الشباب اللي هو يمكن سنهم اكبر من 25 بتبقى فرصهم صعبة وخاصة السيدات ان هم يلاقوا وظيفة ثابتة ولكن ان هم يبدأوا حاجة بتاعتهم كريادة اعمال او يشتغلوا بشكل فريلانسنج ده بيسهل عليهم المشكلة بيحد من فكرة ان هم يبقوا قاعدين مش عايز اقول بدون شغل او بدون وظيفة ولكن بدون انتاج لان هو الانتاج هو ده الحاجة اللي هتحرك العجلة بشكل احسن. انا مش هطول عليكم وشكرا. المحترمين الآن سننتقل لكمان جولة أخرى من الأسئلة لكل واحد من المتحدثين ومن ثم يعني نفتح المجال للجمهور للاستفسار. نبلش أول إشي مع السيدة Her Excellency جينانا دينارتي واللي تحدثت عن تجربة كوستاريكا في الحوار الاجتماعي الاقتصادي اللي بيقوم على بناء الثقة وهو متعدد القطاعات. Your Excellency, from what you heard from the interventions of the other speakers, what are the tools that policymakers can use to deal with inequality? As I can. Yes, of course. Well, first of all, I would like to say that there are some statements that I think that we should point out. The first thing is that inequality is not a conjunctural problem, it's a structural problem. And we cannot solve structural problems just with programs. We need higher decisions, stronger decisions, decisions with the support of the country, the different sectors of society. And we have to understand that inequality is not just a problem, it's a cause. And we have to try to figure out how to attend the different dimensions that inequality has. So I would like to say, for example, that we have so many gaps that we have to try to closer, like for example, gender gaps, but we have to look for wages, rights, liberties, and of course, access to justice. So if we recognize all those dimensions, we can try to change the paradigm of what we have been doing to close the inequalities. And I think we have to work in a mixture of policies
sorry. For example, we have to look for a more complex approach. The first approach that we have to look for is the universal policies. We have to look for universal access to education. For example, in Costa Rica, we invest the 7% of our total GDP, and that's important. It's important because it helps us to bring education to people all around the country, no matter their economic conditions. And we have to invest in healthcare, but most important to guarantee, of course, that all around the country people have access to education. We have to work in productive development policies. That's important because, as Rani said, we have to work with entrepreneurs, with SMEs. We have to work to link the value chain, and we have to add value to the processes and the territories. And we have to understand that we have different circumstances in the territory, and we need to support them considering their specifications. Then we need active employment policies, because we have to understand that we need to look for the demand. We have to have alliances with the private sector to understand what they need and to train people for those jobs. Not just to invest in training, invest based on the demand, and that's very important because it makes a difference in terms of labor insertion. Other factor that I think it's important is to have focused social policies. We have to try to focus every investment we do because we have to work, for example, with not conditioned monetary transfers, because sometimes people just need a scholarship. And they know that it makes the difference to have this scholarship to actually go to the educational system. Thank you. We need programs against child labor. And I want to point out because maybe we forget that if we have child in informality, those kids are not gonna be able to have a quality job. And we cannot forget this. The other aspect, the final aspect, is that we need to have gender strategies. And I'm just going to mention three of them. We need empowerment. We need, of course, to support them with childcare. And finally, economic independence. Thank you. Thank you. Thank you, Your Excellency. الآن ننتقل لمعالي الزميل أحمد مساعدي. تحدث عن التعاون الإقليمي وذكر بالأخص أزمة أوكرانيا ببيت الشعر مصائب قوم عند قوم فوائده. لكن إحنا الآن تحدثت ست هير إكسلنسي عن الأكتيف إمبلويمنت بوليسيز. إحنا بدي أسمع منك هي توصف لنا القيود المفروضة على أرباب العمل في القطاع الخاص اللي ممكن تأثر على توظيف الشباب، وماذا تنصحون الشباب للقيام به للحد من مخاوف أصحاب العمل حتى نفتح أمامهم فرص عمل وجعل سيرتهم الذاتية أكثر جاذبية لسوق العمل. فبدي القيود المفروضة على أرباب العمل إذا في مجال، لأنك أنت صاحب شركة محاماة وبتواجه هذه التحديات، وأيضا ماذا تنصح الشباب؟ شكرا. يعني انا اعتقد ان زميلاتي وزملائي المتداخلين على المنصه تحدثوا في هذا الموضوع. تحديدا اريد ان يعني اكمل من حيث انتهى يوهان فيما يتعلق بالقيود اللي ممكن يواجهها ارباب العمل سواء في القطاع الصناعي او القطاع الخدمي. بالمحصل هي الكلف على الأعمال هي ما تؤثر بالمحصل على كيفية تفكير رب العمل وكيفية توظيفه ومستويات توظيفه وأيضا الرواتب والحقوق المالية التي يدفعها للموظفين. فكلما قلت هذه الكلف، قامت الدولة بسياسات لتقليل الكلف، من الممكن أن تفتح مساحات أكبر لأرباب العمل في التوظيف. على سبيل المثال في القطاع الصناعي، يعني نحن عندنا في المنطقة في الأردن تحديداً
لما بتكون كلف الطاقة والمياه كلف هائلة من المؤكد أنه هذا رح يأثر على قضية التوظيف وعلى قضية كيفية العمل. بالقطاع الخدمي على سبيل المثال مقدمي الخدمات مكاتب محاماة وغيرها من القطاع الخدمي، يعني أنا أعطي أمثلة، لما بدها تكون الضرائب المباشرة وغير المباشرة بتوصل ل 35% أو 40%، وإذا صاحب الشركة ماخذ فوائد ماخذ قروض بنكية الفوائد ب 8-9%، النفقات لسه الغير مباشرة على كلف عمله وصلت 50%-60% قبل ما نضيف عليها كلف العمل الأخرى المباشرة. وبالتالي مثل ما حكينا إنزال الضرائب إنزال الكلف إنزال الفوائد البنكية بالنسبة لمسألة الاقتراض، كل هذا من شأنه أن يسمح لأرباب العمل بالتوظيف، لأنه بالمحصلة شو اللي بيصير معنا، وهذا طبعا هون بدخل على قضية التوظيف. صاحب شركة إذا كانت كلفه عالية عنده خيارين، يا ما بيوظف وبالتالي بتتفاقم مشكلة البطالة أكثر، ما عندوش القدرة، يا أما أنه إذا قام بالتوظيف بده يقوم بالتوظيف بمعاشات ومستويات دخل قليلة، وبالمحصلة القدرة الإنتاجية للإنسان إذا بدنا يكون مرتاح لابد أنه يأخذ حقوقه. فأنت بتدفع قليل لا يمكن الشخص ينتج الكثير، فالمعادلة بالأخير بتأخذنا للقطاع العام وسياساته. قطاع عام متضخم، معظم الموازنة للدولة بتروح نفقات جارية رواتب وخدمة الدين، ما فيش نفقات رأسمالية مثل الأردن على سبيل المثال 30% فقط للنفقات الرأسمالية المشاريع. بالمحصلة هذا الكلام كله بينعكس عندك قطاع عام متضخم، مزيد من الضرائب ومزيد من الاقتطاعات من جيوب القطاع الخاص تؤثر على القطاع الخاص. وماذا تنصح الشباب؟ الآن بالنسبة للشباب، أنا بعتقد تحدثنا في هذا الموضوع، العلم والتعليم مسألة مهمة وأساسية، ولكن علينا في منطقتنا تحديدا العربية وفي الأردن أي نوع من التعليم نريد. نحن نريد تعليم قائم على الكريتيكال ثينكينج، يعني قضية التعليم التلقيني ما عادش بتزبط. نحن نريد أن نخلق إنسان وحالة من الوعي عند الناس، لذلك لابد من التفكير السقراطي والتعليم السقراطي. هذه مسألة. المسألة الثانية، لابد أيضا من موائمة التعليم الجامعي مع سوق العمل، وهي فيها عنصرين. العنصر الأول، لازم نكسر كل التابوز اللي في مجتمعاتنا إنه لازم يكون أولادنا كلهم محامين وأطباء مهندسين. بدنا نتفق على شغلة، ما فيش شغل عيب، كل الشغل فيه كرامي. لكن هاي أيضا مسألة سيكولوجية ونفسية واجتماعية لازم ندخل فيها لمجتمعاتنا، إنه مش مهم تكون طبيب أو محامي أو أي مهنة تبدع فيها هي مهمة. هاي مسألة. المسألة الثانية أنه أيضا لابد من موائمة سياسات الدولة مع سوق العمل. يعني أنا بالأخير كدولة بدي أعرف وين وأين أتجه، فبالتالي بصير التركيز في التعليم العالي على قضايا مثلا القضايا المهنية يعني الحرفية إذا جاز التعبير. آخر نقطة بدي أحكيها بس للشباب ومن تجربتي، أنه أهم عنصر في النجاح بالنسبة للشباب هو المثابرة. المثابرة المثابرة resilience and perseverance. يقع الشخص ينهض ويكمل، يقع ينهض ويكمل، يقع ينهض ويكمل. شكرا عليك. شكرا سعادة الدكتورة نور السقاف، تحدثتي عن القوانين، عن دور الكوتا في رفع المشاركة للمرأة الاقتصادية، وأيضا أهمية المشاركة السياسية للشباب، ووضع موازنة من للتعليم. تحدثتي إنه نتحدث عن 20% للتعليم و5% للصحة. فمن منظور برلماني، كيف يمكن للبرلمان أن يلعب دورا رئيسيا في معالجة بطالة الشباب، وخاصة بعد اللي سمعتيه من المتحدثين الآخرين؟ Thank you very much. It's
as I mentioned before, that the growing of middle class people in Indonesia due to the bonus of demography, which is the productive age, then also causing another inequality. Then what we should do is because that parliamentarian are, of course, in line with the budgeting legislation and this. So we make sure we approach, like my committee, we have a very close relation with the national planning body. Then we make sure that they make stream five policy, which is for this inequality. The first is through the improvement of basic public services in grassroots level, including clean water, sanitation, nutrition, awareness, and health services. Awareness is very important for the people to know about, like, this pandemic, you know, COVID. So awareness is very important. Then lower poverty rate through food price stabilization and a series of social assistance programs. Like, we do have the cash transfers. Of course, that's based on the survey, national survey body. And then provide job opportunities through improvement of labor skill, certification, internship, collaboration with the industry, and investment in labor-intensive sector. This is very interesting when you say that a certification, because we have now, you know, we do not just let the student goes to high school, but we provide from the seventh grade to ninth grade their special skill. So after that, they can go directly to job, to works, while they can continue their education, because education is very important, but job is needed, especially for equality. And then reduce income equality. And through subsidy program that I mentioned, taxes, social identification programs to increase accuracy of social assistance being given to target citizen, and soft loan to small business. You see that the startup we encourage, because now in the era of digitalization, the generation of four, so we really encourage the young generation not to be employed, but they can employ themselves, like I give the mention of this Gojek. So strengthening community industry through strengthening of strategic small industry, agriculture reforms, improvement of farmers and fishermen, economic of skills, and development of tourist destination is very important. And I would really emphasize on, interestingly, the policy established by Indonesian in battling inequality are also in harmony with sustainable development goals. For example, the improvement of water and sanitation is actually covered in SDG 6. Improvement of nutrition becomes one of the focus of SDG 2. The improvement of education and training to prepare workers in mentioned in SDG 4. Lastly, promoting the economic and to provide job opportunity in the mainstay of SDG 8. Why I mention this? Because I used to be, now I'm the global ambassador for sustainable development goals in WPL, Women Political Leader Global Forum. So I think that this is what's very important. Thank you. Thank you very much. We move on to Johan about سؤالي لك بشكل مباشر. التغييرات الهيكلية التي بتنصح فيها صانعي السياسات لأخذها بعين الاعتبار حتى نعطي طابع رسمي على الدراسة أو التدريب المهني أو الصناعي ويسهل الانتقال من المدرسة إلى العمل. You've said so many, you outlined many good practices, so if you can move on to the structural changes. Sure. Thank you very much. Thanks for a great discussion. First, I just want to underline what Dr. Ahmad said here before, that no work is bad. I think that's a crucial point. In Sweden, it used to be that working at home in cleaning and taking care of children and things like that was something that everybody had to do themselves. We then introduced tax breaks about 15 years ago to make it more affordable to hire cleaning staff and things like that. And that created a whole new sector of work, created lots of jobs for immigrants, for new people, for
people have been living in Sweden for a long time, for everyone. So that's it's a great point. Also, the point about perseverance. You know, many people in Sweden and Europe, young people, they send 50 applications, 100 applications before they get the first job. That's incredibly demoralizing, ooh, but you just have to keep on going. To answer your question, number one, a couple of ideas of structural opportunities. First of all, as I mentioned before, strengthening the opportunities for young people to build those links with the labor market through apprenticeships, through internships, through the scheme that I mentioned before of requiring all young people, even in 8 or 9, to have some kind of link to the labor market. I think that's crucial. Ukraine was mentioned here before. I had the honor of visiting Ukraine about 15 years ago when they were really, you know, democratizing and the economy was booming and it was a young, vibrant country. And I remember them telling me that to get a job in Ukraine, working at McDonald's was a great thing to have in your CV because it showed that you were service-minded, you could get a job, you could fulfill your responsibilities. Now, we might scoff at that, working at McDonald's, but in Ukraine in 2007, they realized if you had that on your CV, it showed that you could handle the labor market. So just a small point on that. Other structural dimensions, it's been mentioned by, I think, all three speakers before me here, that the importance of linking the curricula and the courses on offer by high schools and universities to the demands of the labor market. Crucial. In Sweden, we've had this problem that there's too few engineers and technically skilled people coming out. There's a recommendation now coming to Parliament to actually start explicitly taking it into account the demands and the needs of the labor market. So I think that's a great point. I just underline that. A third point, which is a bit more difficult to regulate, but I think here employers have a role, and that's about creating objective and meritocratic recruitment processes. That's a very complicated or fancy sentence. What does that mean? It basically means giving everybody who's applying equality of opportunity, irrespective of their gender, their geography, their ethnicity, their religion. Everybody should be assessed and considered on their own merits and experience. And this is easier said than done. We have these issues in Sweden and Europe everywhere, so I'm not pointing fingers at any countries. This is a problem around the world. It's been a problem in Western Europe for many decades. So what could you do? Well, first of all, you can use methods like assessment centers, where people come and do tests and many different interviews to give them many opportunities to show their skills. You can use score CVs in different ways. You can have multiple types of interviews from different types of people. You can have a whole panel of people, so not one person makes a decision. And the most extreme or most radical position, which I don't want to advocate necessarily, but that's been discussed and used in some countries, is the concept of blind CV interviews, where you remove information about the person's name and gender and background, and you just keep the information about their academic skills and merits. So you base assessment on that part of it, the merit and their experience, not on, you know, if they're a woman or a man or what their name happens to be, right? I'm not saying, I don't have empirical evidence of how useful that is, but it's an approach if you really want to try to make it objective. The fourth and last thing I want to mention is also the most controversial, and I want to emphasize I'm not advocating it. I just want to put it out there as something to be discussed. It's a huge topic of discussion in Sweden and Europe and perhaps here too. It's the idea of a more flexible labor market. And by that I mean, reducing the costs or the regulations in hiring and firing. This has a trade-off, right? You make it easier to hire young people, but it makes it also more easy to fire young, middle-aged, and old people. And there is evidence that shows that all this leads to is a redistribution of the unemployment from older people or from younger people to older people, right? So it makes it easier for young people to get into the labor market, but some of those older people will be forced out. So I'm not saying this is a good idea, but it is something that's often discussed. It's usually associated with a very neoclassical understanding of the economy, and you know that goes against sort of Keynesian ideas of demand stimulus. But, and again, I don't want to suggest that it should be done, but it's something that can be considered. And lastly, I just want to say, we're talking a lot about the transition into the labor market. Another key topic is retention. How do we keep people, particularly women, in the labor market? This is a big issue in Sweden and in Europe, and I think perhaps here too. And it's things like, as several speakers before me mentioned, flexible working hours, maternity or paternity leave schemes. When I first came to Jordan, I was on paternity leave from my job in Sweden for a couple of months. So in Sweden, many men take time off to be with their children, right? Thank you, Johan. Affordable childcare, and finally having good infrastructure to allow people to travel back and forth to work in a safe environment. Thank you, Johan. رانيا ريادة الأعمال مش رح أسأل السؤال جاوبي كيف بتشوفي ريادة الأعمال هي فرصة لتقليل بطالة الشباب
طيب انا مش هزود كتير عن اللي اتقال، بس انا هرجع للنقطه بتاعه الكلفه او التكلفه بتاعه رياده الاعمال عامه. لو انا لسه فاتحه مشروع او انا عندي مشروع، غالبا مش هيبقى رانيا قربي المايك، مش هيبقى عندي التمويل الكافي ان انا ابتدي اعين شباب اكتر او ان انا اعين ناس اكتر. ففي كذا اكزامبل اتعمل قريب وكان ابدا نجاحه بشكل كبير. عندنا في مصر في مشروع قومي اسمه حياه كريمه، الدوله بتعمله علشان تعمل حياة أحسن للناس اللي كانت عايشة في العشوائيات and so on and so forth، وغالباً ما بيبقاش معهم تعليم، ولكن توظيفهم في الحرف اليدوية أو إن هم مثلاً لو أنا عندي مشروع بيعمل عرايس، أنا هروح هناك وأخلي بدل ما أستخدم مكان، أنا بالنسبة لي إن أنا أعلم دول وديهم السكيل المناسبة إن أنا أقدر بالحاجة اللي هم بيطلعوها دي أعمل إنتاج أكتر. والنموذج ده أثبت نجاحه والعرايس دي بدأت تتصدر. فالموضوع بدأ إن هو أنا عندي عامل أو عندي عاملة ما بتعرفش تعمل أي حاجة، وهي تقريبا يمكن ما تعلمش أو ما خدتش، ما كانش حظها كافي إن هي تتعلم، اديتها حرفة وعملت الحرفة. هي مش لازم تكون بتعمل كل حاجة، احنا عندنا في مصر مصانع كتير جدا 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 تشتغل على النوع ده من العمالة. انا بالنسبة لي مش لازم اكون فاشن ديزاينر عشان انا اقدر ان انا اشتغل او اعمل حاجة. انا لو بخيط جيب في البنطلون او لو انا بعمل حاجة بسيطة ولكن بيتم تجميعها، فده لي علاقة بالامباورمنت، ان انا اقدر ادي امباورمنت او اعمل تمكين كفاية لرواد الاعمال عشان يقدروا يعملوا تمكين لفئة تانية. فهي process وcycle، بمجرد ان انا بقدر امول وادعم اول فئه من التشين، الفاليو تشين بتكمل على كل الابعاد. فلو في حاجه فيها امل في الجزء ده، فاحنا عندنا جزء كبير جدا 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 من الناس اللي يمكن يكونوا اقل حظا، ولكن ده دنمو لو استخدمناه صح هنقدر ان احنا نعلي الكفاءه والانتاج للستارت ابس اللي هي في الاخر هتحول لشركات اكبر وتكمل. مش طول اكتر منك. شكرا شكرا. بشكل عام احنا يعني سمعتوا من المتحدثين، احنا بلشنا 10 دقائق متأخرين، فانا بدي اخذ 10 دقائق من فترة الاستراحة او الجلسة القادمة واترك المجال للأسئلة. بدي اطلب من كل شخص يعرف عن نفسه بالاسم، لمين سؤال موجه، ويكون سؤال وليس مداخلة اذا بغلبكم. راح ابلش مع الست هناك، تفضلي. سوزان عارف من العراق، منظمات مجتمع مدني تمكين المرأة. أهلا وسهلا فيك. شكرا لكل المتحدثات والمتحدثين، يعني هو فعلا جلسة رائعة وسلطت الضوء على الكثير من المواضيع. لكن أنا سؤالي وخصوصا إلى يوهان يمكن الأكثر اللي تطرق إلى السياسات، ويمكن راح يشمل كل المتحدثين بمعرفتهم، لأنه أيضا هنالك الكثير من التحديات الأخرى التي لم يتم التطرق إليها. ممكن السؤال لو سمحتي؟ نعم، السؤال بالنسبة إلى العمالة الأجنبية اللي موجودة في كثير من الدول الشرق الأوسط، هذه أيضا تسبب مشكلة كبيرة في عدم حصول الشباب والنساء إلى فرص العمل. الشيء الآخر التحرشات الحماية بالنسبة إلى النساء من التحرش الجنسي والاستغلال، فما هي السياسات الموجودة اللي ممكن أن نستفاد بها من هذه البلدان؟ مسألة الضمان الاجتماعي، كيف ممكن أيضا مسألة الضمان الاجتماعي تتحقق بسوق العمل في القطاع الخاص اللي موجودة في القطاع العام؟ وايضا يعني نجد هنالك بالنسبه للنساء المشكله مضاعفه، ما نقدر ناخذها بنفس العدسه. النساء ومشاكل التحديات الموجوده، العادات والتقاليد اللي تخنق عجله التنميه، اللي كيف ممكن من خلال التوعيه، من خلال المؤسسات المعنيه. يعني أنا شكرا يا ستي، شكرا. مثالا غرف التجارة والصناعة لحد الآن ذكورية بحتة، لا توجد النساء في إدارات هذه الغرف التجارة. وصلت الفكرة. في هون كانت كمان سيدة، فتفضلي صبية. تفضلي لابس الفوشيا حضرتك أو أحمر، أنا شايفته فوشيا. اطلع وقفي واحكي. Assalamu alaikum, Lara Al-Arab from Lebanon. What's ironic is that I'm now currently
I left my job at one of the top-notch universities in Lebanon. So let's say I'm working on my entrepreneurial Let me ask you, please. Yes. To who is your question? But I'm part of an unemployment or talking about youth unemployment. And now currently I'm into the entrepreneurial track because of the unemployment. So my question is on the curriculum. You're talking about... For all of them, so they can حددي لي please واحد من especially Johan and entrepreneurial. Okay. And the minister also talked and highlighted the issue of critical thinking and the gap of the curriculums and the labor market. So basically, what are the countries doing in integrating the entrepreneurial or nurturing the entrepreneurial mindset into the schools, especially higher education? So the transition from higher education to university, we don't have subject or courses. It's only initiatives, projects, or competitions going on at school level to nurture this entrepreneurial mindset. Whereas in the West, we see that it is nurtured from kindergarten. So we have the lemonade. شكراً على السؤال. So this شكراً. Is very important. بدي أخذ كمان حدا من هون الست اللبسة أبيض تفضلي. أنا شوي متحيزة مع السيدات اسمحوا لي. بس هلأ رح أعطي حدا من الرجال. رح أعطي بس تفضلي ستي على السريع. بدي لو رح أعطي كل I'm going to give one round and then everybody answers. Please. شكرا حضرتك وشكرا لكل المتحدثين بهالجلسه الرائعه. شكرا. اسمي مي سرحان اتحاد الغرف العربيه. انا بدي اوجه سؤالين على السريع. الاول سؤال للاستاذ احمد. مثل ما بتعرف حضرتك نحن عندنا ثغره كثير كبيره بالقاعده الانتاجيه، كما انه عندنا ثغره كثير كبيره بالتجاره البحريه اللي بتشكل اكثر من 80% من التجاره العالميه، بينما نحن 80% واكثر تجاره بريه. ورغم انه اكفى واقل كلفه، فهل انتم كميديترينيان تفكروا انه تطوروا الموانئ على المتوسط في الجنوب المتوسط، ومش بس قصه موانئ، مناطق لوجستيه للانتاج واحراز قيمه مضافه وبالتالي اتاحه فرص عمل اكبر؟ السؤال الثاني لسيدي رانيا على السريع، أضاءت على نقطة كتير كتير مهمة. السوشيال انتربرايزز هلا اون ذا رايز وعالميا وحتى بالدول العربية كتير عم يتطور، ولكن في ثغرة قانونية لأن هول الشركات بدهم ينجوا للربح، وبذات الوقت عندهم أغراض نبيلة لخدمة المجتمع وخدمة أهداف التنمية المستدامة. فبيجوا بدهم يتسجلوا، اذا كان بده يتسجلوا كشركات تجاريه بده ينفرض عليهم ارباح ضرائب عاليه. شكرا يا ستي. والا بده يتسجلوا كجمعيه. وصل السؤال. هي ثغره قانونيه بنتمنى انه الاهتمام فيها من صناع القرار. تفضل احسن ما اتهم بالتمييز. طيب شكرا للفرصه. انا مش حيكون سؤال، هي المداخلة عدلت. لا احنا بدنا اسئلة هلا. طيب المداخلات لبعدين لو سمحت. بدي سؤال. في تساؤل، سؤال مباشر يعني في ظل معلش تعرف باسمك لو جمال سمحت. جمال النيل، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية السودان. يعني في ظل الاتجاه المتزايد لسياسات تحرير الاقتصاد وبمعزل من يعني الوجود اقتصاد اجتماعي اقتصاد تضميني وعريض القاعدة، حتى سياسات البنك الدولي والصندوق تتجه لاتجاه ليبرالي. انا بفتكر وفي ظل القواعد الشعبيه ما عندها الضغط الكافي ولا المهني، ما هو مستقبل يعني الشباب في ظل ضعف سوق العمل، ما قادر يقدم فرص كبيره، تدخلات والضغوطات من البنك الدولي بتمشي في اتجاه التحرير وبعض البرامج المفرقه. السؤال الثاني، في دوله زي السودان يعني شنو بتشيروا علينا انه في عديد من التفاوتات، المراه ودخولها في سوق العمل تفتقد المهارات، تفتقد موجوده في ظروف سيئه وقاهره تفتقد، والقطاع الخاص لا يقدم الفرص الكافيه الا للمدربين ولاصحاب الحظوظ، حتى هو جهويا قد يكون منحاز باتجاه الاقاليم الاكثر استقرارا. شكرا. وصل السؤال. في عندي شاب هون تفضل. انا حطيت لكم اياهم. حطيت لكم اياهم دونت وري. في هون الشاب تفضل. نعم. السلام عليكم ورحمه الله.
أخوكم خالد زيودي من الإمارات رائد أعمال. طبعاً أنا في القطاع. عفواً ما سمعت الاسم. خالد الزيودي من الإمارات رائد أعمال يعني في القطاع الخاص. أوجه السؤال للأستاذة رانيا بخصوص القطاع الخاص بخصوص المواهب والإمكانيات الموجودة في الدول العربية بشكل عام. كيف ممكن إحنا كرواد أعمال قطاع خاص نوصل لهذه بطريقة سليمة؟ وشكرا. شكرا لك. بدي أعطي هلأ لأنه أخذنا 5 أسئلة أعطي المتحدثين. في يوهان you have a question about foreign labor exploitation social security. Can you start and then I don't know أحمد أنت سؤالك حول من السيدة مي اتحاد الغرف العربية حول النقل. Should I go ahead? Great questions. Quite a lot of questions. I don't think I can maybe perhaps address them all. You have 2 minutes. 2 minutes. Yeah. So, maybe I'll start first with your question about protection against sexual exploitation. Clearly, there, from a European or Swedish perspective, it's very much about having the laws in place and then enforcing the laws. Right. I mean, there are very clear laws. I think in many countries, but in those countries that there are not, that's an issue. But you have the laws, and then they have to be enforced. I mean, it's a simple answer, but it's also a complex answer. I understand that. On the issue of migrant labor, I'm not an expert, but I can understand what you're talking about in terms of competition between migrants and existing youth, and that's a challenge. I imagine one component would be about educating young people, including young migrants, if they're going to be living in the country. I mean, we have this challenge in Sweden. We've taken many immigrants in the past decades, and there are similar kind of challenges. And the key there is about education, teaching them the language, teaching them skills so they become employable. But it's difficult, particularly if they're coming from a country like Afghanistan, for example, or other countries where they've been facing war and conflict and they maybe haven't had the chance to go to school. It's difficult, but we need to keep trying. And lastly, I just want to mention, you touched on norms and the issue of norms. And I know this is a very difficult and big topic, but I just want to say that there is research coming out of this region by various people, World Bank and others, from many of the countries in the region, or several of them, that seems to suggest that the whole topic of norms is not as we might expect it. So when we talk about certain cultural norms, they might not be as unison as you think. And if you're interested, I can share with some research with you on that. But great question, and look forward to the discussion. Thank you, Johan. Rania? انا هاخد السؤالين التانيين. السؤال الاول بتاع الجزء اللي له علاقه بالكريكولمز اللي علاقه بالمدرسه. بصي الموضوع مالوش علاقه بالكونتنت اللي جوه المدرسه او الحاجه اللي بتدرس من الاول، ولكن في اكسترا كريكولمز بتتعمل سواء من شركات خاصه او كذا، مش بس كومبيتيشنز واكسلريترز، في مناهج كامله بتتعمل في اماكن دلوقتي. واكشلي اتس كرنت اوف جروينج بزنس الاكسترا كريكول اديوكيشن اللي بيتعمل في منه حاجات كتير قوي لها علاقه بالانتربرينورشيب وخاصه في السن الصغير على مستوى المدارس. يمكن انا مش الشخص في الجزء ده، فممكن حد تاني يرد عليه. خلينا بلاش بديش مساجلة، تفضلي لو سمحت. الجزء التاني بازاي نوصل للناس اللي هي بتعمل حرف او كذا. للاسف ما فيش برضو عندنا في مصر حاجه بتعمل تراكنج لكل الناس دي، ولكن المؤسسات والسوشيال انتربرايزز معظمهم بيكون عندهم الداتا بيس بتاعت حاجه زي دي. لو انت حابب ممكن نتواصل بعد البانل وممكن ادي لك كونتاكتس في الجزء ده. شكرا. دكتور احمد معالي الدكتور، لانه في لك سؤال بعدين بدي اطلب من المتحدثات. شكرا الكرام. ستي انا اولا ما عدتش الامين العام للاتحاد من اجل المتوسط، فبتحدثش بصفه رسميه. انا كنت الامين العام الاول قبل 10 سنوات. بس احكي لك موضوع النقل موضوع اساسي ومحوري في كل العمل في المنطقه. لما بنحكي نقل بحري، بنحكي نقل سكك حديد ونقل بري، بس هذه مرتبطة أيضا بالحالة السياسية بين الدول. يعني إذا ما فيش قرار سياسي بين الدول بالتكامل الاقتصادي والعمل سويا، من الصعب أنه هذا الكلام يصير. عشان هيك مثلا إذا بتشوفي دول الاتحاد الأوروبي بشوفي مستويات النقل عندهم، الشاحنات اللي على الشوارع، السكك الحديد. هلا إحنا في منطقتنا للأسف ما في مشروع نقل تكاملي عربي واحد اللي يشتغل من لبنان وتوصل إلى المغرب على سبيل المثال، مع أنه عندنا اتفاقيات مثل اتفاقية أغادير بين الأردن ومصر وتونس والمغرب. هاي اتفاقية تكاملية بدها تفعيل. على موضوع الموانئ، وهي مسألة مهمة، بدي أحكي بس هالقصة اللي صارت معي وأنا أمين عام
للاتحاد. أكيد هاي مسألة أساسية وبتساعد في النقل البحري. أنتوا زي ما بتعرفوا كانت الحدود البرية مغلقة بين المغرب والجزائر لمدة 20 سنة. هذا الحكي بسنة 2011. فلما أجيت أمين عام حاولت أبتكر فكرة نحاول نفتح الحدود بطريقة غير طرحت مشروع دبو ضخم لوجستي على الحدود بين المغرب وبين الجزائر حتى الدولتين يشتغلوا مع بعض. هلأ ما مشيش بالأخير الموضوع للأسف، برضو اصطدمنا بالعائق السياسي. السؤال للسيد اللي حكت في موضوع ريادة الأعمال، أحكي لك بس شو اللي صاير. هو أنا بأيد زميلتي أنه الموضوع مرتبط مش بس بالمدرسة، بس أيضا أنا بأيدك أنه لابد أنه يكون في توجه بالدولة بمناهج التدريس من أم الأولاد صغار أنه يكون عندهم طريقة التفكير بالريادة. اللي صاير اللي أنا بعرفه للأسف حاليا أحكي بالأردن مثلا، هذا الحكي موجود في المدارس الخاصة الاي بي سيستمز والى اخره، لكن احنا مش كل دولنا مدارس خاصه. احنا هذا المفروض يكون بالمدارس الحكوميه بالمدارس الاساسيه هاي الحاله. فانا بشوف اي سي يور بوينت، بفهم نقطتك، وهذا بدها شغل من الحكومات يعني بالمناهج eventually. شكرا دكتور. Thank you. I would like to answer the question of the foreign workers and the migration. That I mean that this is very important actually, because migration, you know, this foreign worker has been there, and some country get their visa from foreign workers, so and now become a huge problem. But we have to realize that foreign workers are create economic development, and also the foreign workers benefit both countries. One benefit from the labor. Cheap labor, and another one benefit from the visa and also the skill that they get from other labor. So it should be there. That's why on my last conference in the work migrant worker, we emphasized that the importance of each country, that they are being developed country because of migrant worker before. So it does to be there. And then another thing that I would like to emphasize that about this violence against women. In Indonesia, Indonesian government holds a zero tolerance policy concerning this gender-based violence. So we said that each government, you know, local government should pass the law on domestic violence in 2004, and the protection law, you know, and the law of anti-trafficking in 2002. So we said that the budget and all the budget, the law should based on gender based violence should be stopped. And the other thing, sorry, I would about maritime. Indonesia is maritime country. So we have sea, Malacca Sea, which very important for the maritimes trade, from maritime trade. So it's very important also. Thank you. We have a question from the gentleman from Sudan, His Excellency, about liberalization of markets, and Her Excellency would like to answer that. Yes, thank you. Thank you for your question. I think it's very important because we are facing a new challenges when we have to open our markets and we have to connect with other countries. The first thing that I think it's important to point out is that we have to develop some certain regulations, and we have to change our regulatory system to be able to compete in some standards. And the other thing is that we have to add value to our production, and it implies a change for our labor market too. So we have to improve the capabilities and to develop the programs to be able to be part of these advantages that the markets are giving to us. But it's important to think that, for example, with the new requirements of organisms like IMF, we are looking not just to open the markets. They are asking us, for example, to have fiscal discipline. We have to be disciplined in our budget administration, and we have
to invest in our social programs because they understood that it's not just about open the markets, it's about to make the transformations to finally reduce the inequalities. And for example, in our case in Costa Rica, they asked us to invest in social security, to invest in education, and of course to develop the programs to give people more capabilities to face all those changes. And if I have to recommend something specific, I said we have to invest in all this active employment policies because we have to give the people the capability to face those challenges too. Thank you. في مداخلة من الدكتورة إيمان كريم المشرف العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. إذا ممكن نعطي دكتورة إيمان تفضلي. صباح الخير. Yes, I will. أنا النهاردة بس أحب أركز، أنا من مصر وأحب أركز قوي على الحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، وده طبعا من الأهداف في التنمية المستدامة حق العمل. والحقيقة حق العمل مش مجرد للتكسب ولكن أيضا للاندماج في المجتمع، ويكون الشخص ذوي الإعاقة له دور مهم في تنمية الوطن. القانون في مصر، قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، قانون 10/2018 أعطى الشخص ذوي الإعاقة الحق في العمل، وألزم الجهات الحكومية وغير الحكومية بالتعيين 5% أو أكثر، ونعمل على ذلك في التشريع الوقت الحالي، لأن العدد بتاع الأشخاص ذوي الإعاقة الحقيقة ابتدى ينمو ويتكاثر، وبالتالي يجب أن نعدل القانون ونشرع تشريع يؤدي إلى يعني مشاركتهم في العمل بصورة أكبر. شكرا دكتورة، شكرا لك. في مداخلة من السيد عماد من المغرب بدقيقة واحدة. أستاذ عماد دقيقة واحدة، كنه طلع دكتور عماد. في كمان مداخلة موجود. Sorry, he's there. I didn't see him because of the light. شكرا جزيلا. نظري ضيق الوقت، سأمر مباشرة، وأحب أن أتقاسم معكم تجربة المغربية في هذا المجال. معلش توقف مشان يسمعك الكل لأنه ويشوفوك كمان. شكرا جزيلا. عماد الحجاجي من المملكة المغربية، مكلف برنامج مواكبة الأطفال في وضعية صعبة. أحب أن أتقاسم معكم بعجالة، أعتذر. لا بعجالة، أنا بدي دقيقة مش بعجالة. في كان بعث لي ورقة، تفضل إذا في عندك. من خلال المداخلة أحب أن أتقاسم معكم التجربة المغربية، خصوصا في السنوات الأخيرة. هناك برنامج فرصة الذي يهدف إلى تمويل مشروع للشباب بتمويل بدون فائدة ومنحة مالية. هناك برنامج كذلك أوراش لتشغيل الأطفال، تشغيل الشباب بدون شواهد، غير حاصلين على الشواهد، من خلال تشغيل 250 ألف شاب مع القطاع الخاص. أتحدث عن الإعاقة، أشخاص في وضعية إعاقة ولا المرأة، هناك حقا تدخلات كثيرة. بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، قامت الدولة نظرا لمجموعة من الإكراهات، بالرغم بأن نسبة الكوطة، بخلق يعني مباراة موحدة للأشخاص في وضعية إعاقة، يكون التقدم فقط للأشخاص في وضعية إعاقة فيها وتقسم. شكرا. سيد نعيم نصار كمان بعث لي ورقة بده عنده مداخلة، إذا مش موجود. في سيدة تفضلي آخر سؤال على السريع، هذا سؤال الخير. أو مداخلة على السريع. صباح الخير دكتورة شفيقة سعيد، رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة من اليمن. عندي كان سؤال، هو معالي الوزيرة في أندونيسيا تكلمت عن الكوتا وكيف اشتغلوا على الكوتا في أندونيسيا. معروف انه كثير من الدول فشلت. اعطيني السؤال لو سمحت. السؤال انا اعرف يعني اريد اعرف ما هي الاجراءات اللي اتبعوها في اندونيسيا لوصول النساء الى مواقع صنع القرار عن طريق الكوتا. عن طريق الكوتا. شكرا. دكتور يور اكسلنسي، اتس ا كويستشن فور يو اباوت اندونيسيا ان 1 مينيت بليز بيكوز اي نيد تو راب اب. Okay, thank you. So the quota 30%, it's in the number 31, yeah. Regarding the
political party also, regarding 30% for women. But it's not enough only that. So we also regulate the law for political party and in general election. So we make sure that all political party put the woman in the decision-making level. And that if there is no woman in the structure in decision-making level 30%, then they cannot enter the general election. But even though that I, as a woman parliamentarian, I make sure in my constituent, because I'm the vice president in my political party, so I make sure in my constituent that 30% are fulfilled. And alhamdulillah, it's fulfilled 30% when I'm there. So women should really enforce this and watch on this law. Thank you. Thank you so much. Thank you. بشكل سريع أنا بدي أشكركم جميعا على الحضور. كم كمان تحملتوني أنا شخصيا ما أعطيت بعدكم الفرصة للسؤال. بشكل سريع طلب مني أن أعمل تلخيص لأهم رسائل هذه الجلسة، وهي أنه لابد من وجود تحالفات متعددة القطاعات متعددة الأبعاد إذا أردنا نحل مشكلة بطالة الشباب. أيضا البحث عن ممارسات جيدة لزيادة نسبة الشباب في القطاع الخاص مع خفض فاتورة الرواتب وتضخم القطاع العام. السياقات الوطنية جدا مهمة لمعالجة مشكلة البطالة، وأيضا لابد من مراعاة موضوع الأشخاص ذوي الإعاقة، الحد من عمالة الأطفال وحماية المرأة. شكرا لحسن استماعكم، وبدي باسمكم أشكر المتحدثين جميعا على الجهد المبذول، وأشكر منظمة الأكسكوا، ويعطيكم العافية.